موضوعين. ايه الموضوع الاول يعني اتمنى على طلب لك بحلقه على ذي الاعاقه. نعم صح. اي والله تدلل. بس ما نتحقق لنا هذا الشيء حتى نعرف اللي لنا شنو صار ما اعرف. انت تؤمر امر محمد. الله يسلمك. طيب. موضوع الضريبه. الجبايه. اي نعم الجبايه، استاذ عمار هي ما مدروسه المشكله. شلون ما مدروسه؟ يعني زينته قاعد تاخذ هسه فلوس كهرباء من المواطن. اي. وكهرباء ما عنده، قاعد يدفع للمولد، يعني الطرفين قاعد ياخذون فلوس. نعم. الماي كذلك. نعم. ماي ماكو، قاعد يشترون ماي ارو. نعم. زين هاي الفلوس اللي قاعد تاخذها من المواطن اللي هي فلوس كهرباء وفلوس مي هي مدروسه؟ هي اجباري يعني قصدك اكو فوضى ماكو فد شيء مدروس يعني مجرد عشوائيه ولا تجي تقيم هيك على شيء الله تقيم محمد خليني اسالك سؤال انت نعم. دافعين مال جبايه لو ما دافعين؟ والله قاعد ادفع كهرباء وقاعد ادفع مي. ايش قد اجتكم الكهرباء؟ والله مو سوى يعني كل شهر تجينا شكل احنا يعني اخر واحده ايش قد كانت؟ يعني شهر تجي 40 شهر تجي 50 شهر تجي اقل. طيب محمد اشكرك. ومال مي 330000. مي 330000؟ اي والله. وسددتها لو ما سددتها؟ والله شو تسوي استاذ عمار انت مضطر تسدد، راح يقول لك انا اقطع المي ما اقطع المي.